الالتحامات الهوائية دي واحدة من أهم مميزات بدر بانون، إن هو نسبة نجاحه في الالتحامات الهوائية 76%، حاجة مهمة جدا. نسبة يعني بيفوز بكام التحام في الماتش؟ 3.7 يعني 4 التحامات في الماتش، نسبة كويسة. الالتحامات الأرضية 1.6 بنسبة نجاح 85%، ده رقم كويس كمان، رقم كويس يعني جدا. انت يعني عشان برضو نترجم للناس عشان الناس تفهم، طبعا انت بتتكلم على ارقام مهمه جدا. الترجمه الفنيه للالتحامات الارضيه بما معناها ان اللاعب دوت ممكن يقطع الكره بشكل مباشر وشكل جيد جدا بدون فاول، وده مهم جدا. يعني بيقطع الكره من غير فاول 85%، يعني لو 100 اتباصت مثلا لمهاجم، لا هو ممكن يقطع 85% من هزيم بدون فاولات، يعني ده برضو شيء مهم جدا. وتأكيدا لكلام حضرتك، هو برضو واحده من اهم مميزاته ان هو ما بيرتكبش اخطاء كتير. في مدافع تبص على ارقامه تلاقيه بيعمل فاولات كتير قوي، ده 3/10 فاول في الماتش، نسبه قليله قوي، يعني ما بيعملش فاولات. دي حاجه كويسه ان هو مش بيعمل فاولات. ده 0.7 ده 0.7 كمان، يعني 3/10 دي حاجه قليله جدا. يعني بالنسبة لتشتيت الكورة برضو 3-1 رقم مش عالي قوي. ليه؟ لأنه ما بيشتتش الكورة، كورته حلوة، ما عندوش حتة التشتيت الكتير دي، وده برضو رقم يحسب له. طب اترقص كم مرة أو تم مراوغته كم مرة؟ 1/10 بس في الماتش الواحد، ده رقم قليل جدا. يعني في الواحد على واحد رقم قليل جدا، 1/10. في مدافعين 2 وفي 2 بيوصلوا 1، 1/10 ده يعني رقم قليل قوي. يعني بالظبط كل 10 مراوغات هو بيقطع 9، دي حاجه كويسه جدا في الواحد على واحد. المحاولات على المرمى 7/10، يعني بيعمل محاوله في الماتش الواحد، ده تاكيد ان هو برده بيقدم ليه دور هجومي. اذا يعني ملخص الارقام دي، برده نبص على ارقامه في الدوري. احنا جايبين ارقامه في دوري ابطال افريقيا وارقامه في الدوري، الدوري المغربي السنه اللي فاتت، السنه هو لعب يعني لعب 19 مشاركه في الرجاء. طبعا هم حصلوا على الدوري المغربي، اذا هو ليه دور مهم جدا ان هو لعب 18 مباراه اساسي، صنع 4 فرص، بيعمل كام تمريره صحيحه في الدوري المغربي؟ 44 تمريره في الماتش الواحد. ده في المباراه الواحده المتوسط 44. في الماتش الواحد 44 تمريره صح في المباراه الواحده. نسبة دقة تمريراته هناك 90%، في دوري أبطال أفريقيا كانت كام؟ 85. طبعا عشان فرق قوة المنافسين أكيد بس طبعًا. برضو بتظل النسبة عالية. استخلاص الكرة 7 في الماتش الواحد، قطع التمريرات 6 في المباراة الواحدة. الالتحامات الهوائية هناك كام برضو؟ 3-3، نفس النسبة كانت في دوري أبطال أفريقيا كانت 3-7، لما استعرض 3-7 برضو في الدوري 3-3، فده تأكيد إن برضو معدلاته متقاربة جدا هي. يعني ما حدش يقول لك أصل الدوري المغربي ضعيف أو ممكن أو أرقامه عالية، لا ده أرقامه متوازية حتى على المستوى الأفريقي. المستوى الأفريقي برضو نسبة الالتحامات الهوائية هناك كانت كام؟ كانت 75% أو كانت بالظبط 76%، هنا 71%، قريبة جدا فوق 70%. يعني معدل الالتحامات الأرضية برضو نسبة كويسة 78%، هناك كانت 85. معدل ارتكابه للأخطاء مش كتير برضو 7/10، حصل على 7 كروت صفراء وما خدش ولا كارت أحمر، وده اللي بقول لك عليه، وده المهم جدا. ان هو ممكن تتكلم على مدافع قوي، مدافع بيستخسر الكوره بشكل كبير، لكن في بعض المدافعين عندهم الصفات ديت ولكن بيرتكبوا اخطاء، والاخطاء انت عارف يا اما اخطاء جوه منطقه الجزاء بتبقى مشكله، يا اما بره ال 18 برده بتبقى مشكله. فده برده من مميزاته انه بيقطع الكوره من غير ما يعني من غير ما يعمل فاول، بمعنى ده حاجه مهمه جدا. وفي حاجه كمان بقى تاكيد للارقام دي كلها في دوري ابطال افريقيا، موقع سوفا سكور متخصص بالاحصائيات قال ايه في على بدر بانون؟ اداله اعلى تقييم كمدافع في البطوله. هقول لحضرتك الدرجات كلها، طبعا الدرجات من 10. بدر بانون اخد احسن لاعب في الرجاء كلها، مش مدافع بس، اخد احسن لاعب في فريق الرجاء 7.2/10، حصل على 7.2/10. ده بدر بانون في توتال المباريات، في توتال المباريات البطوله الافريقيه انس الزنيتي حارس المرمى بتاع الرجاء اخد 7.1، ده تاني اعلى تقييم. اذا بدر بانون هو احسن لاعب بالارقام في الرجاء في دوري ابطال افريقيا. نيجي للنادي الاهلي، احنا قلنا بدر بانون اخد كام؟ 7.2. النادي الاهلي اعلى مدافع فيه ياسر ابراهيم اخد 7.1. نيجي لنادي الزمالك، محمود علاء والونش الاثنين متساويين اخدين 7 بس. اذا بدر بانون هو بالارقام في موقع سوفا سكور اخد، وطبعا شيخ كماره في الوداد اخد 6.8. اذا بالارقام او موقع سوفا سكور المتخصص في الاحصائيات قال ان بدر بانون واخد 7.2/10 كأفضل مدافع في دوري ابطال افريقيا، ودي حاجه برضو تحسب ليه بدر بانون وتحسب ليه الصفقه. أكيد. نتمنى أكيد. بالتاكيد ان الصفقه ان شاء الله تفيد النادي الاهلي. احنا كده اتكلمنا على الجانب التقني اللي هو التقني التكنيكال، نيجي للجانب الفيزيكال البدني. هو زي ما قلنا ابن لاعب 18 مباراه اساسي في الدوري المغربي، لعب في دوري ابطال افريقيا، لعب 9 مشاركات، اذا لعبهم بشكل اساسي، لعب 742 دقيقه
في دوري ابطال افريقيا. اذا هو بيكمل على المستوى البدني كويس، ومن خلال حتى بعض الارقام نسبه مثلا الالتحامات ده بيدل ان هو قوي، بدنيا، وان هو مثلا الهيستوري بتاع تاريخ الاصابات بتاعه الحمد لله عنده سرعات، والسرعات دي شفناها بشكل كويس، ما عندوش اصابات يعني، دي حاجه مهمه تاريخه طبعا. مثلا عكس ما بجيب مثلا حد عنده 2 رباط صليبي او التاريخ الاصابات عنده كتير طبعا. دي حاجه تفرق. فنتمنى ان شاء الله باذن الله يكون باذن الله صفقه ان شاء الله على مستوى الطموحات باذن الله، وكلنا ثقه طبعا ان شاء الله في كل لاعبتنا. طيب انقلك بقى في حاجه بس اخيره برضو، نقطه اخيره. بدري بنون واحده من اهم مميزاته هي التوقع، ان هو بيعتمد على التوقع في قطع الكوره، وده مدافع ذكي. يعني ايه اتوقع؟ يعني بعرف التمريره رايحه فين واقوم قاطعها، دي حاجه مهمه جدا التوقع دي، برضو ذكائه في يعني ايه في تحضيره للهجمه، حافظ الملعب وعينيه حلوه يعني حافظ وعينه حلوه وبيتوقع صح، دي حاجه مهمه. عشان كده ارقامه في البلوك في منع التسديده او منع الهجمه المؤثره هتلاقيها عاليه. والصفات ديت برضو ممكن تاخدنا في، ممكن جدا انه يكون بيلعب اكتر من مركز، وخاصه مثلا ديفندر وسط ملعب ممكن تساعده، وهذه المقومات تساعده. وحاجه كمان، هو مدافع دولي، هو كان هيروح كاس العالم لغايه اخر لحظه استبعده رينار واخد مكانه يوسف النصيري اللي هو مهاجم اشبيليه في يعني خلاص في اللحظه الاخيره، لكن هو كان متاخد في قائمه كاس العالم، ودي حاجه تاكد لك برضو ان هو مدافع دولي، وان هو مدافع صفقه سوبر للنادي ان شاء الله. باذن الله تبقى صفقه موفقه باذن الله.